الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، صحيح أنها غير كافية، صحيح أنها فيها الكثير من الانتقائية والعنصرية حتى في التعامل مع المطلب الشعب الجزائري ومع الجزائر. الفيلم الذي يتحدث عن حياة المجاهد والشهيد والرمز العربي بالمهيدي لا يمكن أن يعني نمر عليه مرور الكرام. مش معقول يعني بعد ما يتم الإنجاز وبعد ما يعني تصرف عليه أموال يعني كبيرة ويأخذ وقت طويل تجي أنت تقول نتوقفوا هنا ونعود ونرجع ونديروا لجنة قراءة. معليش، وين كانت هذه اللجنة تاع القراءة في بداية هذا المشروع؟ من أعطى الإذن في انطلاق هذا المشروع؟